أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل معكم الحديث عن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة بين البلدين وتقوية التعاون الاقتصادي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من لندن الدكتور عارف العبيد. صباح الخير دكتور وأهلا بك معنا. أهلا بكم. إذا بداية دكتور عارف، الاقتصاد الصيني يعد ثاني اقتصاد عالمي وهو يعادل 4 أضعاف الاقتصاد الألماني. بكين طبعا أصبحت أكبر شريك اقتصادي لأكثر من 130 دولة في العالم. كل هذا تحقق في وقت وجيز. هل تعتقد أن هذه التجربة الصينية قابلة للاستنساخ وأن هناك ما يمكن الاستفادة منه من طرف الدول النامية طبعا مع أخذ الاعتبار بالفوارق المحلية؟ صباح الخير لكم من العاصمة لندن. فيما يخص الآن التجربة الصينية، نعم يمكن بكل سهولة استنساخها، ولكن ضمن شروط. الصين الآن تقدم خبرات قوية للدول الإقليمية مثل الجزائر على سبيل المثال. الصين هي البلد الوحيد في العالم التي تمتلك رصيد مادي يتجاوز 3000 مليار دولار. كذلك الصين تحاول أن تعمل على انفتاح اقتصادي كما ذكرتم، يعني باتجاه دول العالم. والصين هي دولة تطبق مبدأ رابح رابح، يعني لا تستطيع أو لا تريد الأصح أن تبتز الدول الصغيرة كما تقوم يعني حكومات الولايات المتحدة الأمريكية عبر الزمن. لذلك يعني الآن العالم أحادي القطبين يتغير. الصين تدخل بقوة من البوابة الاقتصادية، تدخل إلى القارة الإفريقية، تدخل تقريبا إلى العالم الإسلامي والعالم العربي. ولذلك باعتقادي أن هناك فرص كبيرة من أجل استثمارها مع الشريك الصيني القوي. إضافة لذلك الكل يعرف بأن الصين تمتلك حق النقد الدولي، هي أيضا لا تقدم فقط يعني خبرات اقتصادية ومعامل واستثمارات وغير ذلك، بل أحيانا يمكن أن تقدم دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن للدول الصديقة. نعم، كثيرون تخوف دكتور في الماضي من عدم قدرة طبيعة النظام السياسي في الصين مواكبة التنمية الاقتصادية عالميا، لكن ما حدث هو العكس تماما. ألا تعتقد أن هذا يغير الكثير من الأفكار خاصة في منطقتنا العربية والتي تؤكد على أن أي تنمية اقتصادية لا يمكن إلا بتغيير جذري في الأنظمة السياسية؟ الصين هي استنسخت بكل صراحة تجارب من تايوان وهونغ كونغ ونجحت في ذلك. الصين لا تتدخل في الشؤون الدولية أو تسبب مشاكل لدول أخرى. الصين استثمرت على الدبلوماسية الناعمة واحترام الدول الصغرى، احترام متبادل. كذلك الصين تقدم مساعدات. الصين لا تسبب بؤر أو صراعات عسكرية كما قامت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق، والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا والصومال وغير ذلك. إذا نتحدث عن دولة عظمى، نتحدث عن عملاق اقتصادي نجح منذ عام 1000 بتجربته منذ انطلاقها عام 1990. ولذلك يعني إذا تم الالتزام بالنموذج الصيني كبديل، يعني عن لا أتحدث يعني عن بديل كامل، ولكن كجزء من حل من أجل التنمية الاقتصادية للدول الإقليمية مثل الجزائر، أعتقد بأن التجربة الصينية هي الأكثر إفادة والأكثر يعني نجاحا، وتجربة يمكن الاعتماد عليها من أجل الخطط التنموية المستقبلية. نعم، الحديث طبعا عن الاقتصاد الصيني اليوم يعني الحديث عن كل القطاعات مرورا بالزراعة إلى قطاع التكنولوجيات. إلى أي مدى يمكن للدول العربية أن تستفيد من التجربة الصينية؟ بكل سهولة. طبعا هناك شروط للاستفادة من التجربة الصينية، يعني ليكون دقيق. على سبيل المثال الجزائر تتمتع
بعدد من السكان يتجاوز 40 مليون، ومعظم هذا السكان هو من الشباب. إذن هذه نقطة مهمة، هناك استقرار سياسي وأمني في الجزائر. الجزائر تمتلك يعني مقومات التنمية الاقتصادية، هذا شيء مهم جدا، يعني شرط أساسي من أجل الدخول مع الصين كشريك اقتصادي، من أجل طلب المساعدة في عمليات التنمية، في عمليات الاستثمار، في عمليات التبادل التجاري. الكل يعرف بأن يعني الجزائر هي سوق قوية، سوق اقتصادية. إضافة إلى ذلك يعني الطرف الآخر ليس بالطرف السهل. نجد الآن يعني الصين ليست فقط في عامل الاستثمارات أو عامل التنمية الاقتصادية أو التجارية، انظروا إلى الحركة العمرانية التي تشهدها الصين، يعني هي ظاهرة بكل صراحة، أصبحت سابقة في العالم كله. ولذلك يعني لابد من ان يعني كما ذكرت من استنساخ هذه التجربة، لأن الظروف أصبحت أكثر ملائمة، هناك تغيير عالمي يجب الاستفادة منه وعدم الاعتماد على شريك واحد فقط كما كان سابقا. نعم، طيب ماذا عن مشروع طريق الحرير الجديد باعتباره عابرا لعديد من الدول؟ كيف يمكن لهذا المشروع أن يحقق التنمية في هذه الدول، وكيف يمكن كذلك الاستفادة منها؟ طبعا طريق الحرير هو جزء، ليس هو الاستراتيجية الصينية كاملة، هو جزء من هذه الاستراتيجية. يعني كل الدول التي تشملها أو يشملها هذا الطريق ستستفيد منه، لأن الصين تقوم في عمليات استثمار وعمليات تعزيز البنية التحتية لمعظم هذه الدول المشاركة في هذا الطريق. يعني لدينا الآن انفتاح اقتصادي وتجاري وعمراني صيني باتجاه أفغانستان التي هي مهملة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كون أفغانستان هي جزء من هذا الطريق. ولذلك يعني عندما نتحدث عن استراتيجية صينية كاملة، هذه الاستراتيجية تمنح دول عديدة في جميع دول العالم، ليس فقط الدول المشاركة في طريق الحرير، بل أيضا الدول الموجودة في القارة الإفريقية ودول شمال إفريقية التي لها يعني علاقات قوية مع أوروبا وربما تنافسية، يعني يمكن الصين أن تعتمد عليها وتصبح بكل صراحة بوابة الصين للدخول التجاري والاستثماري والتنموي نحو القارة الإفريقية. ولكن كما ذكرت هذا يتطلب شروط، أهم شرط هو الاستقرار السياسي والأمني من أجل انطلاق أي عملية تنموية مع جمهورية الصين. نعم، هذه الرؤية دكتور التي هي بحاجة إلى كما ذكرت إلى استقرار سياسي، وهذه المقاربة، مقاربة بكين لتحقيق مشروعها العابر للمنطقة العربية، مختلفة تماما عن مقاربة الغرب. فمشروع طريق الحرير كما ذكرت بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني كذلك في الدول العابرة لها. هل هذا يجعل الحليف الصيني أكثر قابلية من نظيره الغربي الذي ارتبط طبعا دائما وجوده في المنطقة بالحروب والنزاعات؟ بالتأكيد أنا ذكرت بأن يعني الصين تحاول إخماد ما يحاول الغرب إشعاله، هذه نقطة مهمة، لأن معظم الدول العربية بحاجة إلى استقرار. الدول الأوروبية بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص هي دول منحازة، لا يمكن أن تدعم الدولة العربية إلا ضمن شروط، وأحيانا هذه الشروط تكون قاسية جدا. يعني على سبيل المثال إذا أرادت الجزائر الحصول على تكنولوجيا علمية للبحث العلمي، هناك شروط قاسية على الجزائر، وحتى إذا الجزائر لا قدر الله ذهبت إلى صندوق النقد الدولي هناك شروط أقصى. لذلك الآن اللجوء إلى الصين باعتقادي أنا شخصيا هي يعني مفتاح جديد يعطى لجميع الدول العربية والإفريقية كذلك، لأن الصين كما ذكرت يعني ليس فقط شريك اقتصادي، وإنما الصين هي من المؤسسي دول البريكزيت. دول البريكزيت قررت على سبيل المثال إنشاء بنك استثماري، إنشاء نظام جديد سويفت يعوض هذه الدول الإقليمية
عن ما يمنحه الغرب أو كان يمنحه حتى هذه اللحظة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. إذن هذه الحلول البديلة هي مهمة جدا لتفهم أي ليفهم الشركاء الأوروبيين وليفهم الأمريكان بأن العالم قد تغير وأن هناك تسهيلات جديدة تمنحها جمهورية الصين إلى معظم دول يعني العالم العربي والإسلامي والدول الإفريقية. ولذلك يجب أن نكون نحن أيضا يعني جاهزين من أجل استقبال كل ما تقدمه الصين، لأن بكل صراحة هي تجربة الصين هي تجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها، تجربة مبرهنة لم تعتمد يعني على تدخلات عسكرية بحتة، لم تعتمد على تحالفات يعني عسكرية، بل تعتمد على احترام متبادل بين دولة إقليمية ودولة دولة عظمى أو عملاق اقتصادي اسمه الصين. نعم، في ظل ما يشهده العالم من تغير في موازين القوى، الصين اليوم أصبحت قوة عالمية. هل تعتقد أن ما يرسم سياستها الخارجية تحدده ضرورات الاقتصاد الصيني أم العكس، بمعنى أن الاقتصاد الصيني في ركيزة وفي خدمة السياسة الخارجية؟ بالتأكيد يعني هو الاقتصاد هو قلب الدولة كما هو قلب الإنسان، وهذا ما يعني بكل صراحة ما استوعبته يعني الصين عام 1990 بأنه إذا أرادت يعني أن تسيطر أو أن تلعب دورا على الساحة العالمية عليها أن تمتلك اقتصاد قوي، وهذا ما قامت به. يعني قامت بإنشاء مصانع، معظم الشركات العالمية لديها الآن معامل في الصين لأن هناك انضباط في الصين، هناك يد عاملة قوية، اليد العاملة الرخيصة، إضافة إلى ذلك يعني عدم التدخل، لأن أي تدخل عسكري للصين في أي دولة له تكلفة مادية، تكلفة سياسية، تكلفة إنسانية، تحاول الصين أن تتجنب ذلك. إذن الصين عن طريق الدبلوماسية الناعمة وعن طريق النهوض الاقتصادي استطاعت أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في السوق الاقتصادية العالمية، وكما ذكرتم هي الآن القوة الاقتصادية الثانية عالميا، وهذا ما يشغل الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه القوة الاقتصادية الآن تزداد قوة وتكتسب أسواق جديدة في العالم كله. ولذلك نرى بأن هناك محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل احتواء التجربة الصينية وتقييد الصين ومحاولة إشغال الصين في صراعات إقليمية لجرها يعني عن أو لإبعادها عن هذه التجربة أو هذا المحور الاقتصادي الناجح. الآن نجد بأن الصين مسيطرة بقوة على معظم الشركات الأمريكية، وهذا بكل حد ذاته مصدر قلق للولايات المتحدة الأمريكية. إذن التجربة الصينية هي سببت قلق ليست فقط للولايات المتحدة الأمريكية، سيطرت الآن على شركات كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي. يعني أعطيك مثالا، أكبر ميناء في اليونان الآن هو بيد الصين، هذا الميناء أصبح جزء من طريق الحرير من أجل تغذية الاتحاد الأوروبي بالمنتجات الصينية. نعم، هذه الاستراتيجية دكتور وهذه النقلة النوعية والتطور الاقتصادي الذي تشهده الصين اليوم وشراكاتها مع غالبية الدول اقتصاديا فتح المجال أمام العديد من الدول للتخلص من هيمنة الأحادية كما تفضلت وذكرت في بداية الحديث التي فرضها الغرب عموما منذ نهاية الحرب الباردة. إلى أي مدى تعتقد أن بكين نجحت في كسر نموذج الأحادي وفتح هامش مناورة أمام الدول النامية خاصة مع التنظيمات الإقليمية الحديثة؟ نتحدث هنا عن البريكس ومنظمة شنغهاي وغيرها من المنظمات. بكل صراحة الصين حتى هذه اللحظة لم تتدخل في المنظومة العالمية التي فرضت على الكرة الأرضية يعني منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن البنية الاقتصادية الصينية ونجاح الموديل الصيني والغزو الاقتصادي الصيني باتجاه جميع دول العالم، يعني الصين لم تقتصر مدها الاقتصادي على العالم العربي الذي وصلت مستوى التجارة المبادرة إلى 300 مليار
والاستثمارات في مع دول الخليج، يعني مع بعض دول الخليج، على سبيل المثال مع المملكة العربية السعودية 100 مليار. الصين لم تكسر حتى هذه اللحظة المنظومة العالمية، ولكن الصين الآن تبني من أجل كسرها. يعني منظمة البريكس ستكون أول تجربة للصين من أجل كسر هذه المنظومة العالمية. يعني عندما تجد دول على سبيل المثال مثل مصر مثل الجزائر البديل في الصين، بالتأكيد هذه الدول لن تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنما عندما يعني كانت تلجأ كانت يعني كان الباب موصد أو كان الباب مقيد أو المساعدة مقيدة بشروط، هذه الشروط تمس السيادة الوطنية. هذه الأمور أصبحت مفهومة للعالم كله، ولذلك الصين الآن بدأت يعني في عملية انطلاق، ولكن بالتعاون مع دول أخرى مثل الصين مثل عفوا روسيا مثل الهند مثل البرازيل. هذه الدول الآن بدأت تتعاون مع الصين، ونقاط مهمة جدا هي التعاون الآن بين الصين وهذه الدول هي بالعملة المحلية، وهذا مهم جدا من أجل التخلي عن الدولار نعم الذي كان مسيطر عالميا لمدة أكثر من 60 عام. نعم وضحت الفكرة دكتور عارف العبيد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت مباشرة معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام نقاش هذا الصباح، باقي فقراتنا مستمرة دائما وإياكم.